الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم الفقرات، في عالم كمان الفقرات أو غضروف العنق تحديدا. خلينا نتكلم الجنرال، مش لازم نبدأ كلامنا بس بالعنق، العنق أو الظهر، بس هو حوارنا النهاردة عن العنق، في حوار قبل كده اتكلمنا فيه عن الظهر، لكن أنا هتكلم على الخرافات، هتكلم على التخاريف الكبيرة والكثيرة اللي ما حد يشتكي من مشاكل رقبته، مشاكل وألم وبتاع، وهنتكلم عن الأعراض اللي بتحصل في الرقبة، لكن كمان غير الألم كيفية التعامل معاه. في ناس لغاية دلوقتي بتروح تعمل شد جامد جدا للرقبة، طب ما ده مش محسوب، وبتعمله عند ناس مش دكاترة، ده بيودي الدنيا في داهية، ده ممكن يصيب الإنسان بشلل. في ناس بتستخدم عصاية، ده تخيلوا بقى في 2020 و2021 ان ناس بتروح لحد بعصاية للظهر او للرقبة، ده كلام مجانين يا جماعة، ما توصفش بحاجة تانية، ده ملوش حل تاني، ده أسوأ من النصب، ده جنان. النهاردة اسم كبير، ضيف العزيز، وأكيد بيشوف نوعية دي في حواره مع مرضى، اسم أضاف لنا الكثير جدا في التداخلات المحدودة في علاج الألم، واحد من رموز هذا المجال، من مجالات علاج الألم اللي أصبحت في العالم كله دلوقتي واحدة من المجالات المنتشرة انتشار كبير والمؤثرة، وتلعب دور مهم جدا في كل فروع الطب الحقيقة، لكن النهاردة حوارنا عن المخ والأعصاب أو بشكل عام عضو فقري. ضيف العزيز، القيمة العلمية الكبيرة، أستاذ الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري بكلية الطب جامعة عين شمس. ضيف العزيز، أهلا بك. أهلا وسهلا. قبل ما أبدأ، أكيد بتيجي لك حالات مرت بالحاجات دي. 30% من اللي بيخش العيادة 30% مجربين العصاية ومجربين التشريط، ويعني جالي مهندس حد شرط له رجليه قطع العصب ومش هيتصلح، وعنده سقوط في القدم، عشان مهندس اقول له انت ازاي توافقت ازاي، قال لي الغرقان بتعلق في اشياء. 30% 30% يعني كل فعلا. وحضرتك في منطقة تصم يعني مصنفة لأنها اللي هي السوبر إليت بتاعة المناطق الطبية، عمل بقى الحتة التانية دي بكام في المية؟ أكتر من كده، هو كله بيجرب، وللأسف تلاقي زي ما أنت شفت كده سمكري، شغل سمكري، وفي ناس بتستفيد، مع احترامي طبعا السمكري ده راجل محترم جدا وشغله محترم جدا، مش في البني آدمين، مش في البني آدمين. وبعدين في ناس بتستفيد، اللي استفدت ما هو فكلك عضلات، يعني انت لو رحت لبتاع مساج كان هتستفيد، بس الاستفاده مؤقته، هو المشكله قائمه، الغضروف موجود والالم موجود، تستفيد مؤقت بعدين الدنيا ترجع تاني زي ما هي. فدي يعني لازم طبعا يبقى ليها تقنين ويبقى فيه رقابه، هو فيه بس المساله وبين فيها وسعت قوي طبعا، ده في العالم كله كوارث. يعني غضروف العنق ايه هو؟ العمود الفقري فقرات منها غضاريف، وجواها اكتر حته شايلانا بعد مخنا اللي هو امتداد للمخ، الحبل الشوكي. حبل الشوكي ده يطلع منه اعصاب، الاعصاب دي بتغذي ايدينا، ولو كملنا لتحت هتغذي رجلينا. فالغضاريف هي اللي بتساعد على حركه الراس يمين وشمال، وتخلينا نوطي ونعمل راسنا لفوق. لو عملنا عليها حمل زياده، اتحركنا غلط، مسكنا الموبايل بالساعات، الغضاريف دي هتتأثر. والواحد ما قالش ان الموبايل غلط، بس عدلة الراس، مسكة الراس، تشيل بطريقة غلط، ترفع بطريقة غلط، كل الحركات دي هتخلي الغضروف يتحرك مكانه، يلتهب، يدوس على الأعصاب، تعمل المشكلة. ايه الأعراض اللي بيشتكي منها الناس اللي عندها مشاكل في الغضروف العنق؟ آلام في الرقبة، وممكن يقول أنا عندي صداع خلفي في أعلى الرأس، ممكن يقول أنا ما بحرك رأسي ألاقي في ألم. يعني الرسمة اللي قدامنا دي بتقول لك حتى إحنا عارفين دلوقتي لما الحتة دي يبقى فيها مشكلة، يبقى الغضروف الفلاني اللي فيه مشكلة. لما الحتة دي تبقى فيها مشكلة، الألم ينزل من الرقبة، أعلى الرأس، أعلى الظهر، أعلى الكتفين، وبعدين ينزل في أعلى الظهر من فوق، كل ده عنقي، وزيه لي في القطن، وبعدين ينزل على الإيدين. يبتدي بقى لو داس على الاعصاب اكتر، يقول لك بقى المريض انا بتنزل كهرباء، بتنزل حرقان لصوابع ايديا،
ونقدر كمان نحدد اسم العصب بالظبط لما يقول انا صباع. يعني هي الفكره حاجه واضحه. لكن تخيل بقى انت قلت المقدمه دي، احنا عارفين المشكله فين، واحد يخش بعصايه من بره، طب هتيجي ازاي؟ لا ما طبعا الكلام مش مظبوط. هنا بنحدد بالظبط لو عرفنا الالم مكانته هنحدد بالظبط المشكله على طول، هتعرف المشكله فين وتقدر توصل للمشكله وتقدر تعالجها ما دام عرفت المشكله فين. وبالتشخيص، فحص كلينيكي الاول بعدين نعمل تشخيص برسم عصب باشعه رنين على الفقرات العنقيه باشعه مقطعيه، الاساليب مختلفه للتشخيص بنوصل للمشكله. اذا عرفت مشكلتك هتعرف تحلها. لكن ما عرفتش المشكله وقاعد تجرب، الانسان مش تجارب، ما ينفعش يبقى حاجه حقل تقارب. بالظبط. ناس كتير بيجي لها المشاكل دي وتهملها. بمعنى الكلمه تهملها وتذهب الى حته معينه، او تهملها وتاخد مسكنات. شوف احنا الشعور بالالم كلنا هنشعر بيه. يعني زي ما التقرير في الاول بيقول 85% من الشعب الالماني شعر بالالم. كل العالم بقى هيشعر بالالم. في واحد بيشرب الألم ويتعالج، في واحد هيشرب الألم وما يطلبش العلاج. يعني ده بقى الفكرة، الإهمال بقى. فإذا الشعور بالألم ده إجباري، كلنا هنشعر بالألم. الاختيار في إن أنت تتعالج. لا أنا عاوز أتعالج، مش عاوز أفطر أتألم. الألم ده يعني بعد الشر عن الجميع لما بيجي الواحد، لا طبعا لو جه تلاقي آلام والعين ما ينامش، يقول لك انا مش عارف احط راسي على المخد، انا بتقلب يمين وشمال بالليل مش عارف انام. حالته النفسيه بتتاثر كمان، يعني الالم يبقى مزمن كمان، الناحيه النفسيه تبقى سيئه جدا. يبقى مش طايق نفسه، مش طايق، مش عارف يروح شغله. ولو كان راجل كبير في البيت يبقى مش طايق اهله واولاده من الالم. الاهمال هنا لا، ما ينفعش نقعد سنين بقى مهمل ولا لا. هو ليه مهمل برضه؟ هو بيتالم، المفروض يروح. خايف. خايف من الجراحة، أصل فلان عمل حاجة وحصل له شلل، أصل فلان عمل حاجة وحصل له مشكلة، هو خايف مرعوب إنه يروح يعمل حاجة. لكن مع التطور العلمي اللي إحنا فيه وكل يوم نشوف حاجات جديدة، لا دلوقتي الموضوع بقى آمن جدا إن أنا أقدر أوصل للمشكلة وأحلها بتدخلات زي ما حضرتك قلت في الأول، تدخلات محدودة وتكنولوجي جديد وعلم جديد، وأقدر أوصل للمشكلة وأحلها بدون ما أفتح رقبة العيان، بدون ما تدخلها زي التردد الحراري، تبخير غضروف، اوصل للاعصاب واعالجها وبتحل المشكله نهائي. لان برضو الاعتقاد السائد اللي بتساله كتير في العياده يقول لي طب احنا ده مسكن، ده انت بتدي حاجه كده تموت العصب. ما فيش عصب بيموت، لو عصب مات ايد العين تتشال، الكلام ده مش مظبوط. لا ده العصب بيبقى سليم، بنعمل عمليات تحفيز عصب، تنبيه عصب، الغضروف يتشال بالتبخير بآلات رفيعة جدا زي الشعرة بتوصل للمشكلة وتبخر القلب. المريض بيبقى صاحي، يبقى ما يتألمش أثناء العملية، فيش ألم خالص، لأنه بياخد بنج موضوعي زي البنج بتاع السنان بالظبط، زي دكتور السنان. ونقعد معاه مثلا نص ساعة ساعة، بعديها يروح أوضته يلبس هدومه ويأكل حاجة ويروح البيت. تاني يوم يروح شغله. ده تقدم. غير بقى تخيل ما في المقابل انا هعمل عمليه جراحيه والبس رقبه. هنا في الطرق الجديده التبخير والتردد الحراري ما بيلبسوش رقبه، بالعكس بقول له اقلع الرقبه، الرقبه هتعوقنا وهتزود المشكله مش هتحلها. هتعمل تثبيت للرقبه والفقره بتاعتها، وانا مش عاوز كده، انا عاوز يتحرك، عاوز رقبته تروح يمين وشمال وتيجي. الجراحه العكس. هل الجراحه غلط؟ لا، تكمله، كله بيكمل بعضه. في عيانين لازم جراحه، لكن المنطق بيقول لما العيان يجي له مشكله في رقبته ما يهملهاش، ابتدي ادور على الحل الابسط الاول. اتحلت بالحل الابسط، اوكي، ما اتحلتش بالحل الابسط ادور بقى على السكه الاصعب. ده المنطق. التبخير نبدا بيه الاول، نفهم يعني ايه تبخير، وبندخل في انهي منطقه بالظبط نشتغل عليه. الغضروف ده الجزء الطري اللين اللي بين العظم، ليه قلب اسمه النواه وليه غلاف خارجي اسمه الانيولس، او يعني جزء الغلاف الخارجي. النيوكلس دي هي اللي فيها مشكله، فاحنا بندخل سلاح رفيع من رقبه العيان بتوصل لقلب الغضروف وتتوصل بجهاز، جهاز ده بيطلع تيار كهربائي بنسميه ترددات حراريه او راديو فريكونسي، ونوع معين من الراديو فريكونسي يقدر ياكل قلب الغضروف
ويبخر ويفضل الغضروف موجود بس بدون ما يضغط على العصب. ده تقدم. طب انا العيان الضار في ايه؟ ده فتحه قد راس الدبوس، يعني فتحه ابره بالظبط، يعني مفيش فتحه، يعني كان انا حتى اللي هيبص على رقبه المريض بعديها بيوم مش هيكتشف ان في حاجه دخلت ولا حاجه خرجت. وده معنى التبخير، نوصل للجزء الضار في الغضروف اللي ضغط على العصب ونشيل ضغط الغضروف على العصب. بدل ما حاجه عامله بريشر كده وعامله ضغط، انت شلت البريشر والضغط وحافظت على الغلاف الخارجي للغضروف، فحافظت على الاستابيليتي، على ثبات الرقبه زي ما هو، مش محتاج اركب قفص او حاجه بلاستيك، لان الجراح لما يشيل الغضروف هيضطر يركب جزء بلاستيك. طبعا دي حاجه هتركب، لكن هنا انا هسيب الغلاف الخارجي. وده حل نهائي، لان الناس فاكره ان ده حل مؤقت، لا، حل نهائي، يعني تمثل الجراحه وتفوق الجراحه في بعض الاحيان في النتائج، حاجه كويسه جدا، تقدم. ده بالنسبه للتبخير. طب التردد الحراري، التردد الحراري جهاز اخر والتكنولوجي احنا استخدمناه في الطب حاجات كتير، اورام الكبد في علاج الركب، احنا بقى استخدمناه هنا في علاج الام الاعصاب اللي فيها مشكله، ودخل سلاح رفيع وابره رفيعه توصل لاماكن الالم، وبتعالج المفاصل بتاعت رقبته، تعالج الاعصاب اللي نازله على ايديه. إذن هو تكنولوجي جميل، تكنولوجي حديث، والعيان بعديها بنص ساعة بيروح البيت. أنا بعالج بيها العصب اللي مسبب للألم، وبعرف بالظبط الجهاز التردد الحراري ده يقدر يقول لحضرتك إن فين المشكلة. مش بس بيعالج، لا، ده في الأول بيحدد أماكن الألم، والعيان هو صاحي يقول لي أيوة هو ده الوجع اللي بيجيلي، ده بالظبط الألم اللي بيجيلي، ويبتدي يطلع الذبذبات عليها. يعني احنا وجود العيان صحي في العملية مفيش ألم خالص هو بشعر بيه، لكن بنديله التيار كهربائي خفيف وحاسس يقول لي أيوه هو ده الألم اللي بيجي لي مكانه بالظبط. فده أجهزة حديثة كلها تكنولوجي، كلها حاجات متقدمة جدا وفيري أدفانسد، ومعترف بيها في العالم كله، مش مثلا بنتكلم على اختراع ولا بنجرب في الناس، لا، ومعترف بيها في العالم كله. التردد الحراري والتبخير دلوقتي واحدة من العلاجات اللي هو مينيمال انفيتيف في العالمية، واف دي ابروفد، يعني والدبليو اتش اي دبليو اتش او ابروفد، فخلاص حاجة. بس لازم المريض يتحرك في الوقت المناسب. ايوه بالظبط طبعا، ويروح بدري ما يلاقي في مشكلة، لا يروح ويكشف ونحدد له المشكلة ايه، ينفع بالطرق الحديثة، لو ما ينفعش لا يروح يعمل جراح. الأغلبية، ودي النقطة الواضحة، الأغلبية بينفع لهم علاج بالتدخل المحدود. أغلبية. المميزات في التدخل المحدود غير اللي احنا قلنا ايه؟ ما فيش جرح. ودي حاجة مهمة جدا، لأن الجرح برضو له مشاكله. الحركة الطبيعية للرقبة في نفس اليوم، مفيش رقبة هيلبسها، رقبة حاجة مزعجة جدا، تخيل انت حاجة مكتفاك تتحرك زي الإنسان الآلي كده، ينزل شغل وبعدها بيوم بيومين انا بقدر اروح بيتنا تاني يوم، ما عنديش مشاكل خالص. النتائج تقارب الجراحة وتفوقها في بعض الحالات، نفس النتائج، وكل الأبحاث العلمية بتأكدنا أنا نفس النتائج وتفوقها فعلا. تقدر تحدد المشكلة، مش بس بتعالجها، يعني ده الجهاز يقول لك المشكلة وبعدين يعالجها، ده حاجة يعني تقدم رهيب. يقيس مستوى الألم، يقيس مستوى الألم، ده موجود دلوقتي في الانفستيجيشن. التحسن بيحصل لو هي حالة أيديا للتردد الحراري أو التبخير، بيحصل بعد قد إيه؟ في خلال أيام من العملية يبتدي العيان يشعر بالتحسن، في نهاية الشهر يبقى في تحسن كامل ونسبة نجاح عالية جدا. وكمان بعد الشهر ده لو احتاجنا علاج طبيعي، عشان العضلات بتبقى ساعات شده نعملها، ساعات ما بنحتاجش علاج طبيعي، في اغلب الاحوال ما بنحتاجش علاج طبيعي، الا لو كان العيان بقى يعني عضلاته ضعيفه مش قادره تشيله، لا يبقى نقويها بشويه علاج طبيعي. لكن التحسن في خلال شهر من العمليه، الحركه الطبيعيه اليوم التالي، الخروج من المستشفى نص ساعه بعد العمليه، فطبعا يعني تقدم جامد يعني. صحيح ان الثقافات في الوطن العربي لسه ما استوعبتش قيمه هذا البرانش بشكل كامل، لكن لا، في كاتيجوري كبير وقطاع كبير من الناس فاهم كويس جدا دور التدخلات المحدوده وعلاج الالم قد ايه مفيد في كل اللي احنا اتكلمنا عنه.
ضيف العزيز واحد من رموز هذا المجال الأستاذ الدكتور هشام العزازي أستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقاتنا في الناس الحلوة. نورتنا دكتور هشام. الله يخليك، خليكوا دايما مع الناس الحلوة.